بيك عزيز المشاهد في برنامج فحصين الكتب. سفر التكوين هو سفر سلطان الله في الاختيار. الله اختار سام، ومن سام اختار أبرام، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم يهوذا. الله في هذا السفر يجلس على العرش ويفعل بمطلق سلطانه. وأما يوسف فأنزل إلى مصر، واشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري، من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. في الجزء اللي سمعناه دلوقتي، الحقيقة أبدأه بالسؤال مع بداية الأصحاح، وأما يوسف، وحط سؤال سأله أساف، سؤال مش من عندي، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ يوسف الشخص الحلو، الشخص اللي مشهود ليه، بينزل من سجن لسجن ومن مكان لمكان، والأشرار بيعملوا اللي هم عايزينه. يعني إخواته لو رجعنا ورحنا لإخواته في المكان اللي هم فيه، عايشين زي ما هم عايزين، وبيأكلوا وبيشربوا ومستريحين. الأصحاح اللي فات كلمنا عن يهوذا. يهوذا ده بمزاجه بينزل وبمزاجه بيطلع وبيعمل اللي هو عايزه. لكن الحقيقة مش هننتظر بس إلى وقت مجيء كلمته، لكن في وسط مشهد الألم والضيق نلاقي لا، الله موجود، وبالتالي البركة أيضا موجودة. أما يوسف ده مميز، مميز عن اللي قبله، مميز عن اللي بعده. يعجبني الكلام اللي اتقال لتيمساوس على لسان الرسول بولس في تيمساوس الثانية أصحاح 3، لما بيعدد من بداية الأصحاح 19 صفة شريرة في الناس، لكن يقول له أنت مميز على فكرة تيمساوس. أما أنت يا إنسان الله، أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي. هو ده المؤمن، مميز في كل الظروف. بالعكس أقدر أقول لما بيكون في ظروف ضلمة، في ظروف صعبة، في ألم، حتى وإن كان نور صغير في الضلمة لكن بيلمع وبيظهر. أما يوسف فأنزل إلى مصر، مرتين تيجي الكلمة دي، أنزلوه إلى هناك، لكن في وسط المشهد الصعب ده يقول لنا وكان الرب مع يوسف. عايز إيه أحلى من كده تاني؟ الفتية الثلاثة لما اترموا في أتون النار، بصوا لقوا الرابع الشبيه بابن الآلهة. أنا بتخيل لما الملك حب يطلعهم من الأتون، أنا بتخيل كانوا زعلانين، طلعنا ليه؟ ده أحلى منظر إحنا شفناه وتمتعنا بيه في قلب الأتون بتاعك، إحنا شايفينه موجود معانا. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أشوف كمان معاها البركة، وهو في بيت سيده، لا جل جات البركة، حلت البركة في البيت ده، لمح حتى الإنسان الشرير. ودي رسالة لكل شخص مؤمن، إنه يا ترى الناس بتشوف فيك إيه، بتلاحظ عليك إيه، بتلاحظ إنه الرب معاك، بتلاحظ إنه لما إيدك تمتد لعمل في بيتك، في تجارتك، في تعاملك مع الآخرين، في بركة ولا ما فيش؟ المكان اللي موجود فيه الرب، قال كده كاتب المزمور، هناك أمر الرب بالبركة. وجود يوسف كان سبب بركة في المكان اللي بتوجد فيه، سواء كان في بيت فوطيفار أو بعد كده لما هنشوفه موجود في السجن. وأما يوسف فأنزل إلى مصر. أكيد التوبوغرافيا ليها علاقة بهذه الكلمة، لكن أعتقد أنه في بعد روحي أبعد، لأنه إبرام قبل كده نزل إلى أرض مصر، لكن ما يقول لناش الكتاب هذه الكلمة، لكن يقول لنا انحدر إبرام. لكن هنا يوسف ما كانش فيه
حالة روحية تمشي معاها كلمة انحدر فيستخدم الكتاب أنزلة. وأوقات كتير الرب في معاملاته معانا وفي تشكيله لينا يسمح أننا ننزل من مكانة عالية لمكانة أقل، وأوقات دوت بيبقى الطريق الوحيد لرفعتنا إلى أعلى مكانة ممكن أن نتصورها. المزمور الأول يكلمنا عن الرجل المطوب، وهنا في هذا الأصحاح نجد يوسف رجلا مطوبا مباركا وأيضا ناجحا، لأن في مزمور واحد يقول وكل ما يصنعه ينجح. لماذا كان مطوب مزمور واحد ولماذا كان ناجحا وكل ما يصنعه ينجح؟ لسببين، سبب سلبي وسبب إيجابي. السبب السلبي أنه لم يسلك في مشورة الأشرار. أفتكر في الأصحاح ده بنشوف أن يوسف رفض الخطية، أبى أن يفعل الخطية، ده من جانب. لكن الحاجة الثانية أنه كان يحفظ كلمة الله، ناموس الرب يلهج فيه نهارا وليل. في الحقيقة لم يكن ناموس الرب قد كتب في زمان يوسف، لكنه كان مكتوب على قلبه. الرب كتب على أفئدة الأتقياء حاجات كتيرة كانت لسه متكتبتش. فمثلا يقول المرأة الشريرة كيف أصنع هذا الشر العظيم، الزنا شر عظيم، وأخطئ إلى الله خطية ضد الله. ده كلام، أنت عندك ناموس، أنا عندي الناموس في قلبي إنه رجل مطوب مبارك ناجح. عدد 2 يقول لنا وكان الرب مع يوسف. طب هو قبل كده ما كانش مع يوسف؟ احنا بنقرأ العبارة دي للمرة الأولى، لكن في بيت يعقوب ما كان الرب مع يوسف، وفي أحلام يوسف ما تأكيد لمعية الرب مع يوسف. والرب الحقيقة معنا في كل الظروف وفي كل الأحوال، معنا دائما، لكن في الضيق بنشعر بمعية الرب أكثر. فقول لنا الكتاب معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، وده اللي هنشوفه في تاريخ يوسف. هو العجيب كمان أنه كلمة النجاح ترتبط بيوسف في بيت فوطيفار وفي السجن، وما نسمعهاش صراحة لا في بيت أبوه ولا عند فرعون. كان عايز يقول لنا دي معروفة ضمنا، بس أنا عايز أحط تحت عينيكم وتحت ميكروسكوب كبير كده هو، إن وجود الرب في حياة الشخص حتى إذا كانت الدنيا ماشية بالمشقلب فهذا يعتبر نجاحا لأنه في خطة الله. النجاح في مفهوم الله مختلف تماما عن النجاح في مفهوم البشر. النجاح في مفهوم البشر يعني أنا عندي غنى، يعني أنا عندي سلطة، يعني أنا شغال شغلانة مرموقة. وأوقات كتير بنصدر لأولادنا النجاح، سواء بنختزله في النجاح العلمي أو الأكاديمي أو الشغل أو الغنى، لكن الحقيقة النجاح الحقيقي هو أني أكون في مشيئة الله وأني أكون خاضع لهذه المشيئة. للألم فوائد كتير جدا، من ضمنها الحتة الجميلة اللي حضرتك أشرت ليها، ما تتقالش عنه لما كان في بيت أبوه أنه الرب كان معه، مع أنه موجود، لكن اختبرها عمليا والوحي أظهرها لينا. حاجة كمان تاني موجودة في عدد 6، وكان عن يوسف، كان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. لا أكيد كان حلو قبل كده، وأكيد القميص اللي كان لابسه يعني واخد منه حتة، لكن ما تقالتش عنه الكلمة دي لما كان في بيت أبوه أنه كان، لكن اتقالت عنه هو في مشهد، كأنه الرب بيقول يمكن بتشوفه شكله من بره بقميصه الحلو تعجبه بيه، لكن أنا مش باصص للمنظر زي ما قال لصمويل لما راح علشان يمسح داود. الناس بتبص للمنظر للحلاوة الخارجية، لكن أنا شايف الجمال اللي في يوسف، مش جمال الثياب لكن جمال القلب، جمال التكوين، جمال الشخصية اللي الرب بيحب يبرزه في المؤمن. أباركك وتكون بركة، هذا ما قاله الرب لإبراهيم في أصحاح 12. وهنا بنشوف يوسف الرب بيباركه ويجعله أيضا بركة. عدد 5، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف. شيء رائع أن مؤمن يبقى في مكان وربنا يبارك المكان عشان خاطر المؤمن. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. وأفتكر دي بنشوفها مثلا في بولس في رحلته من إلى روما في أعمال أصحاح 27، يا بولس قد وهبك الله جميع المسافرين معك، ولا شعرة هتسقط من واحد، مش لأنهم يستحقوا،
لأنك أنت يا بولس اللي تستحق. أنا حبركك علشان تبقى بركة في هذه السفينة. عدد 3 بيلفت نظري قوي إنه بيقول كده أن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. هو كان بيصنع أي ساعتها؟ كان بيكنس ويمسح، لأن ده اللي كان بيعمله في الوقت دوت. هو حتى لسه ما كانش يتوكل على باقي الحاجات المهمة في البيت. فكأن الرب عايز يقول أولاً، عايز يقول كذا حاجة. أولاً أصغر اللي بتعملوه مهم عندي، وعندي السعادة أن أحط بركتي فيه وأنجحه. الحاجة التانية أنه أبسط الأمور اللي أنتوا بتعملوها لازم تكون مهمة، مهمة لدرجة أن الواحد يذكرها، فخلي بالك من اللي أنت بتعمله. الحاجة التالتة أن العمل حاجة عظيمة جداً ومهمة جداً، ومن ضمن الحاجات اللي الرب بيتبان فيها مننا لغيرنا أمانتنا في العمل ودقتنا في العمل. الحاجات دي كلها جزء صغير لازم نلتفت إليه في كلمة الله هنا. والأمين في القليل أمين في الكثير، ويقيم الرب على الكثير. كان في الأول يمكن شوية شغل صغيرين زي ما حضرتك قلت يا أخ عصام، لكن هنا الرجل لما شافه ناجح وشاف إنه كل حاجة في البيت متباركة بسبب يوسف، لأ الرب اداله نعمة في عينيه. بقول كده الحكيم: أرأيت رجلا مجتهد في عمله أمام الملوك يقف؟ لا، يقف أمام الرعاع. يعني صاحب البيت استدعاه، وقفوا قدامه، يقول كده عنه: فوكله. لا، ده انت ما بقتش مجرد عبد في البيت، ده انت بقيت الوكيل بتاعه. فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. لما الرب يدينا شيء ولو قليل ونكون أمناء فيه في خدمتنا في بيوتنا في حياتنا، بالتأكيد الرب هيوسع دائرة الخدمة، يوسع دائرة المسؤولية أكتر. سبيل الصديقين كنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. إذا حبينا ناخد الناحية الرمزية في يوسف بالنسبة للمسيح، نشوف إنه بيقول مرتين في عدد 3 إن الرب كان معه، ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه. وده اللي بنشوفه في مثلا أعمال أصحاح 10 الآية 38: جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. الله كان مع المسيح في خدمته هنا في الأرض، والله كان مع يوسف قبل المسيح هنا في تكوين 39. كان الرب مع يوسف ورأى سيده أن الرب معه. طب وهذا السيد فوتيفار يعرف منين الرب؟ ومؤكد في كل مرة كان فوتيفار ينبهر من نجاح يوسف، كان يوسف بيرجع هذا النجاح إلى الرب. ومن هنا عرف هذا السيد مين هو الرب. مهما كانت شغلانتنا من وجهة نظر الناس وضيعة، لكن ينفع نكون سبب إعلان وسبب شهادة للرب. بفتكر واحدة تانية بنت وكانت خدامة في بيت نعمان الثرياني، لكن كانت سبب بركة رغم أن شغلانتها كانت زي شغلانة يوسف. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اتجع معي. فأبى وقال لامرأة سيده: هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي. فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج.
نبقى مخطئين لو ظنينا إنه الشيطان يشوف معية الرب لشخص ويشوف النجاح ويشوف الشهادة ويشوف الأمور ماشية على ما يرام ويكتف إيده. مش إبليس، لكن طبيعي أول ما يلقى حد مبارك، أول ما يلقى حد ناجح يبتدي ينشن على الشخص ده بالذات. وإبليس لقى في مرات فوتيفار الآلة اللي ينفع إنه يستخدمها علشان يوقع يوسف، لكن هيهات اللي حاطط الرب قدام عينه لا يمكن أبدا يشوف الخطية إلا زي ما الله شايفها. قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وحدث بعد هذه الأمور، كنا نتخيل بحسب ترتيبنا إحنا البشري أو حكمنا على المشهد صفات جميلة في الجزء اللي فات عن يوسف، الرب معاه في بركة، دايرة خدمته ومسؤوليته زادت، لكن حدث بعد هذه الأمور تيجي صورة عكسية. ودايما زي ما حضرتك دكتور أسامة قلت إنه الشيطان بيتداخل في الأمر والله بينتظر لسه مجيء كلمته، ما جاش توقيتها، نلاقي حاجة أصعب، نزل في شيء أصعب، إنه تعرض لتجربة قاسية. نفس الفكر يتقال عن ملك من الملوك الأتقياء في مملكة يهوذا وهو حزقية الملك في أخبار أيام الثاني 32، بعد إصلاحات عظيمة عملها في المملكة وفي بيت الله، ولعنه وبعد هذه الأمور وهذه الأمانة كنا ننتظر مكافأة، كنا ننتظر راحة، كنا ننتظر تسيد وتسلط على الأعداء، لكن الصورة يحصل العكس. أتى سنحريب ملك أشور ودخل يهوذا ونزل على المدن الحصينة وطمع بإخضاعها لنفسه، وكمل الكتاب باقي القصة. لازالت فترة التدريب والتشكيل من إيد الفخار ليوسف لازالت مستمرة علشان يهيئوا بعد كده لمنصب عظيم سيتولاه يوسف. يعني بعد النجاح ده مش إعفاء من المصاعب، بس بعد النجاح كمان في جرس إنذار مهم جدا، لأن السقوط بعد النجاح صعب. يعني سقط داود الأصعب جاءت بعد نجاح عظيم في حرب من حروبه. عدد 8 تلفت النظر كلمة أبا، وتتكرر هذه الكلمة على الأقل 3 مرات في الوحي عن 3 أبطال أحب ألقي الضوء عليهم. يوسف أبا شهوة الجسد. في الحقيقة كانت ظروفه ملطشة، وكانت يعني نلتمس له شوية عذر لو وقع في الخطية دي، لأنه اتحرم من حنان أمه، اتحرم من أبوه، إخواته أشرار جداً، وهو أتيحت له هذه الفرصة لكنه أبى. ده بالنسبة ليوسف. أليشع عرض عليه نعمان رئيس جيش ملك أرام حاجات تزغلل العين، لكن ألح عليه أن يأخذ فأبى شهوة العيون. موسى العظيم يتقال عنه في عبرانيين أصحاح 11 بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، تعظم المعيش. تخيل بقى أنا داخل القصر السلام سلاح، أطلع من القصر السلام سلاح، إيه ده؟ ده موسى كان له هذا الأمر، لكنه أبى مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. رفض الخطية ما كانش مجرد موقف، لكن كان اتيتيود، كان توجه حياة بالنسبة ليوسف. لأنه في عدد 8 نقرأ أبا، لكن هي قصاد هذا الرف في عدد 10 يقول وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها. وبعد كده بقى لا دي هي مش عرضت، ولا هي مش ألحت، لا دي أمتكته. وبالرغم من كل ده كان رفضه للشر توجه حياة بالنسبة. رغم الجو الخارجي الثلاث حالات حضرتك أشرت لهم أخي يوسف، مفيش قوة، مقصودش قوة داخلية، لكن مفيش قوة خارجية يعتمد عليها وأرفض ده علشان عندي كذا. يعني يوسف، طب يوسف هو محد شايف، وفين ما هو اللي يعرف أبوك يروح يقول له، فيش حد يعرف حد. وبعدين أنا ممكن أترقى في الموضوع ده لو حصل، هتدي له مركز كبير. أليشع في الأصحاح اللي حضرتك أشرت لي، الأصحاح اللي قبله ده اللي حواليه كانوا جعانين مش لاقيين، طب ما هو في مبرر اهو، خد من الراجل، انت مش هتاخد ليك، خد من الراجل واكل بني الانبياء اللي 20 رغيف شعير اتحطوا قدام 100 وقالوا له دول يعملوا ايه ليهم. يعني في مبرر خارجي ممكن الانسان لو حب ياخد عذر يعلق عليه
أهو الاثنين دول موجودين. أضيف عليهم برضو استحضرني شخصية إبراهيم. إبراهيم ده بلغة الناس حاجة محللة ليك، رحت معركة كسبت المعركة، الفلوس والأموال اللي جيبها دي بتاعتك، قانون المعارك بيقول كده. لكن إبراهيم رفض إنه ياخد، رفعت يدي إلى الله، ده حقك يا إبراهيم. الموضوع مش موضوع حقي، الموضوع أنا شبعان من الرب اللي أنا رفع له إيدي. كل العجب لما نقارن ما بين يوسف وما بين شمشون، كل اللي يوقع يوسف عنده وكل اللي ما يوقعش شمشون عنده. شمشون عنده اللي ينصحه، عنده قريب من بيت الله، عنده الشريعة، عنده ناموس بيقوله لا تزني. يوسف ما عندوش كل الكلام ده، عنده حرية يعمل اللي هو عايزه بالظبط. لكن الحاجة الغريبة، الحاجة الغريبة هو ده القلب بقى، فرق القلب رايح فين، الاتيتيود زي ما كان بيقول الأخ أسامة. توجه يوسف كان أموت ولا زعلوش، وتوجه شمشون كان أعمل أي حاجة عشان متعتي. ودول لحد النهاردة توجهين للأسف، دول اتنين من الأفاضل يعني شمشون احنا بنشوفه في سحابة الشهود، فيعني ما اقدرش اقول عنه غير كده. لكن للاسف انه عاش حياته وخسر كثير جدا، حتى عينيه التي مشى وراها، بسبب ان قلبه لم يكن كاملا في اتجاه هذا الاله العظيم. يعني اذا كان هنا الابيض، الاصح السابق الاسود، الابيض يوسف اللي فعلا كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. كتار اليومين دول يقول لك كيف اعيش بالفضيلة في عالم ملوث؟ كيف يوسف كان عايش في بيت ملوث، بيت فطيفار، مرات فطيفار، ومع ذلك كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ مع أن الأصح اللي فات جده يهوذا راجل كبير في السن متزوج ومراته ماتت وتجوز، عايز تتجوز واحدة تانية، لكن يعمل الخطية بكل هدوء وما عندوش مشكلة، وبعدين يحكم على الست اخرجوها لتحرق. أما يوسف في وضع مختلف تمام. الفرق أنه شايف الله في كل المحضر، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. بالنسبة له متهيألي الست كانت بتسأله بيقول لها كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، عايزة تقول له أنا الإله بتاعي في المعبد على بعد كم كيلو. هو كان عايز يقول لها الإله بتاعي هنا جنبي في كل وقت. والحقيقة ده المفتاح النجاح الروحي في أي وقت، أن الله شايفني، الله شايفني فما بغلطش، الله شايفني فأنا محمي ومصان فيه هو لأنه موجود في المشهد. الرب عظيم وكلمته عظيمة. يعني الناس ينزلوا التقي أو المؤمن درجة، من الناحية التانية الرب يرفعه درجات. وده عهد الرب خده على نفسه، حاشا لي أني أكرم الذين يكرمونني. في أول الأصحاح فأنزل أنزلوه مرتين، لكن في عدد 7 يلفت نظرنا حاجة. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها. ده يوسف بيقول أنه نزلوه تحت، ده أنت مفروض يعني، ده أنت امرأة سيده مفروض أنت عالية فوق وتبصي له تحت، لكن الكتاب يقول لا، ده هو أعلى منها، هي في مكان منخفض تحت وهو أعلى منها يوسف، لأنه الرب رفعه فرفعت عينيه. يعني رسالة حلوة لينا كمؤمنين، أنه حتى لو في نظر الناس نزلونا. يعني يوسف برضو أشوف حاجة تاني، نزلوه أكتر، اشتراه فوطفار بكام ما يقول لناش. في الأصحاح اللي قبل اللي فات باعوه ب20، قال تمنه، وكأنه عايز يقول ممكن يكون هنا تمنه أقل من كده شوية، وممكن يكون نزل أكتر من كده شوية، لكن الأعداء شايفين أنه هم في مكان مرتفع والرب لازم يرفعه لدرجة أسمى. الشيطان في حربه ضدنا إما يأتي كالأسد أو يأتي كالحية. والحقيقة في حياة يوسف نشوف الأمرين، لما شاف نجاحه وفرحة وحب يعقوب ليه أتاه كالأسد باضطهاده وبحسد وبغضة إخواته ليه وما انتصرش. وهنا بنشوفه من خلال امرأة فوتيفار يأتي باعتباره الحية الخادعة الماكرة اللي عايز يقع فيه الخطية وفي الشر، وبرضه الانتصار كان من نصيب يوسف. هيدخل إلى السجن ويقلب الشيطان وشه مرة تاني علشان نشوفه مرة أخرى باعتباره الأسد، لكن في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فرق كبير بين يوسف ويعقوب. يعقوب ظهر له الرب وتكلم إليه 7 مرات، أنا مش شايف أن ربنا ظهر ليوسف في القصة كلها لغاية الآخر، ولكن
أول مرة ظهر له ربنا ليعقوب قال حقا إن الرب في هذا المكان. يا يعقوب ربنا في كل مكان مش في هذا المكان بس. مين اللي فهم إن ربنا في كل مكان؟ مش يعقوب لكن يوسف. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ هو فين الله؟ هنا الله، هنا في المكان ده. الله موجود في كل مكان. إن اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا، يقول الرب، أفما أملأ أنا السماوات والأرض. دي اللي فهمها يوسف، وده سر نجاح يوسف. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. حلو قوي إنك تهرب من الخطية هروبك من الأفعى. والنقطة المهمة كمان ترك الثوب. الثوب ده بالنسبة ليوسف حاجة غالية قوي، ما أعتقدش إنه كان عنده اتنين، ده عبد يعني، بس الحاجة اللي بتستره. فكأنه عايز يقول في سبيل إن أعيش حياة القداسة في ضرورة للتضحيات، وعندي استعداد أضحي بالغالي وبالثمين. في كل نقلة كان في ثوب بيترك. في نقلته من بيت يعقوب لبيت فوتيفار اتقطع القميص، وفي نقلته من بيت فوتيفار للسجن ترك الثوب. معية الرب مع يوسف ما كانتش مجرد عنوان، أو ما كانتش يعني في الظروف الصعبة أقول إن الرب معايا علشان ينقذني، لكن في كل مكان يتوجد فيه يوسف وفي كل حالة يتوجد فيها يوسف اسم الله على لسانه. يعني هنا في موقف صعب جدا لكن كانت إجابته إيه؟ وأخطئ إلى الله. محدش في مصر شايف ولا عارف إنه في إله، لكن يوسف بيقر إنه هو موجود معايا. طب لما يروح يوقف قدام فرعون، أنا متهيألي لو حد غير يوسف لا، دي فرصة أقول عن نفسي حاجة علشان يمكن على الأقل يطلعني، لكن تتكرر كلمة اسم الله اسم الجلالة على لسان يوسف قدام فرعون أكتر من مرة. أول مرة مش أنا أجيب، ده أنا أبو العريف أحسن من السحرة بتوعك، هفسر لك كل حاجة. الله يجيب بسلامة فرعون. طب لما وصل لقمة المجد وإخواته قولوا، قال لهم على فكرة مش أنتوا، لكن الله هو الذي أرسلني. اللي متمتع بشركة حقيقية مع الرب، الرب لا يغيب عن عينيه بغض النظر عن الظروف. النجاح من المختلف عليه بين الناس تعريف أو فهم معنى النجاح، فمتى استسلمنا للمفاهيم المتعارف عليها بين الناس فقد نعتقد أن النجاح هو الغنى أو النفوذ أو الشهرة أو الممتلكات أو ما إلى ذلك من معان متداولة، ولكن لا معنى الكلمة لغوياً ولا ذكرها في الكتاب يعني ذلك. يكفي أن نذكر أن يوسف قيل عنه مرة وكان الرب مع يوسف فكان رجلاً ناجحاً وهو عبد في بيت فوطفار، وأيضاً الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه وهو في بيت السجن. والكلمة العبرية المستخدمة للنجاح هي صلاخ، وتعني تقدم للأمام في خط مستقيم وتطور. والكلمة اليونانية أودو تعني نال معونة في الطريق وأتم الشيء بالطريقة الصحيحة على وجه كامل. وفي العربية تعني الكلمة فاز بغرضه أو وصل إلى ما أراد. وإذا عدنا إلى قصة يوسف وأضفنا لها، فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي، وقول نحمي الشهير إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، مع القول عن عبد إبراهيم ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا، يمكننا أن نكون صورة عن النجاح على أنه وجود غرض للحياة نسعى قدماً نحوه لندركه، وبقول آخر أن أكون ذا فائدة وقيمة حيث أنا، أو بقول أكثر نضوجاً أن أعرف ما هي خطة الله لي وأسعى لتتميمها فأكون سبب بركة للآخرين ومرضياً. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة:
دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني، وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمي، فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. في الأعداد اللي طارت علينا في عدد 17 بنقرأ عن العبد العبراني. العبد العبراني في هذا الجزء يتألم لأجل البر. في خروج 21 نجد العبد العبراني يتألم لأجل الحب. كلا العبدين سواء في تكوين 39 أو خروج 21 بيدونا قبص ضئيل للعبد الكامل الذي كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. الكتاب بيقول لنا أن هذه المرأة الشريرة تمسحت برداء التقوى والفضيلة، وقالت لزوجها عندما أتى أن العبد العبراني دخل إلينا ليداعبنا. يعني في الحقيقة بانت أن هي المرأة الفاضلة وأن يوسف هو العبد الشرير، وده شأن العالم الذي نحن نعيش فيه. شأن العالم أن يوحنا المعمدان يكون في القبو المظلم تحت القصر بتاع هيرودس، وصيحات وضحكات الفاجرة الماجنة هيرودية وبنتها تملأ القصر فوق. ده وضع يوم البشر، احنا علينا ان لا نضع قلبنا على يوم البشر. الكتاب يقول لنا فكان لما سمع سيده كلام امرأته انه حمي غضبه. ما عرفش حمي غضبه على مين، لا اعتقد انه حمي غضبه على يوسف. ولو كان اقتنع بقصة هذه المرأة الشريرة ده كان شرب دمه، يعني مش مجرد انه يحطه في السجن، لكن ما أبعد الفارق بين هذا الرجل وزوجته وبين رجل آخر في قصة المسيح وزوجته، بيلاطس وامرأة بيلاطس. هنا امرأة فوطيفار امرأة شريرة، لكن امرأة بيلاطس على الأرجح كانت امرأة تقية. امرأة بيلاطس قالت لبيلاطس إياك وذلك البار، وهو عرف إنه بار وغسل يده وقال إني بريء من دمي هذا البار. هذه المرأة الشريرة لفقت تهمة كاذبة ليوسف، لكن مش فوطيفار اللي أنصف يوسف، وما كان يستطيع أن يفعل ذلك. لقد ضحى بالبريء لكي تعدي الأزمة، وبيلاطس ضحى بالبار عشان تعدي الأزمة، لكن اللي أنصف يوسف وبعد ذلك رفع المسيح هو الله. بذكرك للتشابه اللي بين يوسف والرب ليه كل المجد، في تكوين 37 بشوف ألام تعرض ليها يوسف من إخواته، وفي تكوين 39 بشوف ألام تعرض ليها يوسف من الغرباء. والمسيح ليه كل المجد تعرض لألام من اليهود وتعرض لألام من الأمم. لكن برضو لافت للنظر أن الألام اللي تعرض ليها يوسف من إخواته كان المحرك الرئيسي ليها الحسد والبغضة والكراهية، وده اللي أشوفه من اليهود في علاقتهم بالمسيح. لكن الألام اللي تعرض ليها يوسف من الغرباء ما كانش المحرك ليها الحسد والبغضة والكراهية، وهكذا الألام اللي تعرض ليها الرب من الأمم ما كانش محركها هذه البغضة، لكنها كانت ألام قاسية. دروس بتتوالى الحقيقة
على يوسف في مدرسة الله اللي الرب دخله فيه. ويوسف الحلاوة اللي فيه الحقيقة ما فوتش فرصة، ما فوتش أمر، ما فوتش موقف إلا واستفاد بيه، وأظهر الحاجتين اللي كانوا ملازمينه، معية الله معاه كان لابد أنه يظهرها في كل ظرف، وأمانته في أي شيء يوكله عليه. وبالتالي صحيح لسه المجد اللي هيعلن في يوسف قدام الكل، لكن الرب في ساعتها بيديله بعض المشجعات. يعني دخل عبد في بيت سيده، خرج منه وكيل على البيت، هو ده نمرة اتنين. بقول لها ده ما فيش حد أعظم مني في البيت إلا هو في شيء معين. يعني يوسف شعر إنه هو عظيم في المكان ده رغم إنه متباع عبد. طب دخل السجن، دخل مسجون، والسجن أكيد يعني في أيام الفراعنة كان حاجة مرة جدا يعني. لكن اتخرج من السجن إيه؟ رئيس السجن، لأنه كل اللي في السجن يقول عنه كده إيه؟ في عدد 22، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. أنا متهيأ لي ده مش المساجين بس، يعني كل اللي في السجن عايز يعمل حاجة يروح ليوسف. يعني أتخيل ممكن يكون الحراس نفسهم يروح يسألوا يوسف. دخلوا مسجون لكن اتخرج منه مدير سجن، فإكرام الله للشخص اللي بيكرمه بغض النظر عن الظروف، وكأنه عاش الوعد اللي قاله الرب فيما بعد ليعقوب. هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك. أنا عجبني قوي كلمة ولكن في عدد 21، ولكن الرب كان مع يوسف. كل الظروف كانت ضده ولكن الرب كان معه يوسف. أوقات كثير بنربط معية الرب لينا بأن ظروفنا تكون مواتية، لكن مش شرط. ممكن الظروف تبقى مضادة لينا، ممكن تبقى الريح مضادة، لكن ولكن الرب كان مع يوسف. وأفضل لينا قوي قوي أن الرب يكون معانا حتى ولو الظروف ضدنا، من أن الظروف تكون في صالحنا والرب هو اللي يكون ضدنا. ولكن الرب كان مع يوسف. أحب أعمل مقارنة مع شخصية أخرى من أبطال الإيمان اللي جم في عبراني 11، اللي هو شمشون. شمشون سمع للست، دخل السجن، ويوسف لم يسمع للست ودخل السجن. يعني تسمع لها ما تسمع لهاش، مسجون مسجون، رايح السجن رايح السجن، بس ما بعد الفارق. ولكن الرب كان مع، هذا الفرق بالنسبة لشمشون، ولم يعلم أن الرب فارق. الرب فارق شمشون، لكن هنا دخل السجن والرب كان مع يوسف، والرب أكرم يوسف. بعد كده هنلاقي أن يوسف حلق وخرج، بينما شمشون حلق ودخل. يعني عشان يدخل السجن كان حلق راسه، بينما يوسف لما كملت أيامه حلق وراح يقف قدام فرعون. أمر التاني إن شمشون طلع من السجن إلى القبر، ويوسف طلع من السجن إلى القصر. اتميزت قصة يوسف بالصدمات في النص. يعني أول ما يجي يستقر على وضع أو يتوقع حاجة كويسة يلاقي صدمة. هو رايح لإخواته مروح محبة، مستني إن هو يمكن يطيب قلبهم، يلطف قلبهم، فوجئ بنفسه مرمي في البير. بعد شوية لقى روحه حاجة بتطلعه من البير، الحمد لله فرجت. فوجئ بنفسه، لا الصدمة بتتطور انه لا ده هيتباع. طب استقر في البيت اللي اتباع فيه، الصدمة دلوقتي ان هو فوجئ بان هو لا ده انت متهم ومرمي في السجن. حتى في السجن بعد ما استقر فترة وجاله الامل في يوم من الايام ان هو الساقي يتوسط في امره، صدم في هذا الشخص ان هو، لكن كل ده كان جزء من الخطة اللي رب عايز يوصلها له عشان يوصل من طريقه هو مش من الطريق اللي هو يتوقعه الانسان. يعني محدش يقدر يقول بعد الكلام الحلو ده أخي يوسف إنه الله هناك في سماه مش دريان باللي المطحونين والمظلومين. لا، ويدخل عبد معاه، يدخل السجن معاه. كأنه الكتاب عايز يقول لنا خلوا بالكم من درس مهم، لا شيء يفصل الإنسان عن الله إلا الخطية فقط. لكن مهما كانت الظروف، لا ده بالعكس، ده الظروف في صعوبتها تدي مجال للمؤمن إنه يختبر معية الرب. كم نحن سعداء بكتاب الله العظيم، بدءا من سفر التكوين سفر البدايات، منتهيا بسفر الرؤيا سفر النهايات.
وبينهما ترد أعظم قصة في الوجود والخلود. ندعوك عزيز المشاهد لمتابعة برنامج فاحصين الكتب ودراسة متأنية مستفيضة في أسفار العهد القديم.